عليكم بالانتباه لأولادكم من بنين وبنات، فإنهم مغزوون بجميع أنواع الغزو الأخلاقي، إفساد العقائد بالغلو والتطرف أو بالانحلال أو بإفساد العقول والأخلاق، فهم مستهدفون. فعليكم بحفظ أولادكم بنين وبنات من التجمعات، ومن التجمعات في الاستراحات وغيرها، تجمعات المشبوهة أيًا كانت، ولو كانت باسم الدين والدعوة، لو كانت بهذا الاسم فإنهم يستغلون اسم الدين واسم الدعوة لنشر أفكارهم. اتقوا الله واحذروا من هؤلاء. وكذلك الرحلات، احفظوا أولادكم من الرحلات، يرحلون معكم ويسافرون معكم، ولا تتركوهم يسافرون مع غيركم ويتولى توجيههم غيركم، فإن الأمر خطير جدا في هذا الوقت.